الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، وعن مبرتن كجدني بابك كنت نشانات باب فض الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفض الفقر. هل كامركا وحن سوق أني حديثك لباتني سدحاد بابك أهنا حديث أفر بقولي تدباتني سجال كتابك. حديثا مروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذ الضيعة فترغب في الدنيا. نبي عليه حديثك صلى الله عليه وسلم: لا تتخذ الضيعة وحا حرفة لله هاي نوعي دون طبعا كنتي ماذا دو ماشي انجليك بروفيشناليتي اسكيل اسكا اديكسا دو هيا لنينا ومركا هداد يالتان فترغبوا اجعلتان في الدنيا الدنيا دي. هلا قوة حديثي كان الضيعة عند الشراح الحديث والصناعة وفرسمية والتجارة وبيع مشتركية والزراعة وبيرهية وعلى وحي وزن كافي عالك ماذا أمو جنية مهند إي حرفة أما لنك بيرها هل لقى صوت قلو أما لنك بيع مشتركة هل نقضو أما با سينا عادي هان نقطب وحال لوحي ورشادها إيه فرصد ماذا إيه تيكنيشن كس كل لحيدي هان نقطب يالا يالا نبي نبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هلين شرح الحديث حديثة كان وحال الديري ماها قفك إنوح برط هان نصوص تعام كا لغا قادن من الكتاب والسنة مقاصد الشريعة هل كا يكو قطنطانا قفك إنوح برطو صنع حرفات وياشته وأرن ليقان والنبي قال لك كبوري الحديث موحد الماما إن لقو ترحته وقفك وأهمية جارة وبقولك وبقول أوسيه وبرب إيدا ومنانت أوسيه مركي صلاة لقى حلا سنة عادي دي مركي خير لقى حلا سنة عادي دي مركي ولد لقى حلا تجارة دي مركي النبي صلى الله عليه وسلم وحا كارت كترحتي سان وأسيد الجار كان مدان تأسي نيسان وآخر ديني واحد إله يقول وان لهنا أتكهر مري نيسان وحي آخر كا إن بدي دونتا أما أي كيري دونتا إلى الدنيا دي جعلاتان وإسيسيسان وآخر دي أتكفر جعلاتان وإذا جعلان مركا وحيلين علماء الحديث والشراح الحديث علماء ضبحيت المعاميان إن واحد الذي دي النهي الوارد في الحديث هو الاهتمام البالغ بهذه الصناعات والتجارات والزراعات. إن آد يضع بقعت بيك لوقت ودينك ديانانينا لقعن بالحيو أرجو مركو ما شقاره تاوي تشرع ودينه وإلا تقفك إنو شقيسته شقيسته عبادته إنو عمل قدريره عبادنا أيته إنو كسب حلال وعنو عبادنا أيته. وكان النبي الله داود يأكل من عمل يده مكان ليها أم بيده لأنه قشي كي أو إن لشقي الساي وظيفة ذي إنه يتعي وهو إنه يتعي ليسكو ما هي طال لكن وحكست والله قبض بضيو وسهدينتي والله على قلت الله والله سيو حجمي آدوه إنه بلارا وكوين كي لسين لها الدينك وكوين كي لسين لها آخرة هل كوين مركة هل كأي دينتو يكدي جيسو حديثا مركة مع ناس وتنامي حديثا رواه التلميذ وقال حديث حسن حديثا أفلا تناد أهنا سبح بقول ما أفر بقول سديتا عن عبد الله بن عمر بن عاص وحلق ولي رضي الله عنهما سيئ به رضي الله كم قدر قال وحير مر علينا وحين صامرت
رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أن صامرت والحال حال كاسو نحن إنو نعالج أن هجاجنينو خص لنا عريش شر. فقال مركو في ما هذا وامحي وحنا أو شانا دودان. فقلنا وحنا رسول الله قد وها وضعيفي وقل وسود دمير بعض. فقال مركو سير ما أرى الأمر أمر كآخر إمام مقضيين يهيم ويانه إلا عجل من هذا كان كدك دك بني يعني آخر بكدو أنت كان كها جاجيني سان آخر بكدو. حديثا وراه أبو داود الليلي والترمذي بإسناد حسن وبإسناد البخاري ومسلم وحديث الوري. وقال الترمذي حديث حسن صحيح مرك بإسناد البخاري ومسلم ما كرده. وضد أبو داود الترمذي أي مران باوحة تاهي رجاشي الإمام البخاري الإمام مسلم اعتمادا في الروايات بي يون اعتمادا يو أصحاب السنن حديث مركة ليس كمها يو قوتي سي دردي سي ليس كمها يو لكن محل غوضا مركة حين يا رسول الله فنحن قد وها وضعيفي فنحن نصلحه كما داسا كبو ذا نقول أنها قد جنينا النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من الناس تفقد بكسر ما يجري ولسع عند الأحوال صحابته سوى مرة ما لها مرة طبعا وان هنا حديث البدر مر رسول الله صلى الله عليه وسلم كليها دين لو أوروبيو أو مدينة ستفقد الرسول صلى الله عليه وسلم أحوال الصحابة على ما قياسك مرة إنه تأبير كنخل يا صمين هنا مرة كدي بوحان كل مجيد عيجي المسائش أن كسو هل المصور مرتولات هذا هو حركة النبي صلى الله عليه وسلم حكيم خص الخص في اللغة العربية وأقول يرى سيدي أقل صومالي أو كلا لكن كسم يسن أو داس يضربها يدمعا يبيح مكة قرقة رنتي لغو دبولي لها تفضل الله ذا اللغة يعلن لها وأقول ماشو إنجلش كوتش كله إسكا متواضع عادتك تبريتك أمريكا أي دقان هذا طبعا مضى نقوم كربا وح قول النقطة إلا ما لها فوق فوق دباتو دعي كجرتو أضوه تجرتين هذا قول كان يكتان بويان مركا قول يو حوالا سيؤسوا اللي عاي فأراد أن ينقض كده يوحي سيئة بالتوستوسيو وقول يساسو كلا مرتبضو لي مركا مرتبضي سيئة التوسيو هدو بالمكوتي كسميسيه التوسيو هدو دبعان كسميسيه دي دم اللي قول الجيو إن إساق التوسيو سيئة النقطة قولي مركا لقيلي ترو مركز النبي يقول دي مركز قد وهى بين رسول الله قد ضعف ضعف فيها كل موضع رمى فراد ينقض دي وكلو في سورة الكهف مركز يحوى نحن نصلحه إن قلنا أن هكذا أنت أمبان حوالا تكتاقي نحكى لما يشم الجلال مركز ما الأمر ما أرى الأمر إلا عجل من هذا مع إليه شرح الحديث مركز الفصيل الحديث كان بمعنى أي ما أرى الموت وما بعده من القبر جيريدي يوحى كدم بجيريدي كدم بو وقبري إيسا صوصاري تانكي وما لنت إلهي لهرتك تقنيد ما لنت إذا إلا أسرع من أن يشيد الإنسان لنفسه ما يزيد عن حاجته قفك أنتو إسليها وحى دمت على كم حسن سوها أسكو أجلسو قريها بيسو كان سميسو لبجاك سميسو قريها نلسو أنت كدس برغرام ما سمي أنتو قفك إسليها آخر إذا كنوا ولسوه السجى حديثية أن الموت أقرب إلى أحدكم من شراك نعله كم تقفك وست إلا كذا يجري ذا مركا نبي قف عليه يجري ذا كنوا هل كسر مركا مركا صار سنتم مركا وامح يعني نص كم حط الماما إن أبي ذا اللي سيسين قف كنا أنا كم مشغول وحكم بحسن حاجة ليس إذا أنت سكب حسن نص كم مشغول نبي قت الماما راهو داودا والترمذي بإسناد البخاري ومسلم وقال الترمذي حديث حسن صحيح الحديث الخامس والعشرون حديث سني لبعتران أهن أفر بقول إزدادت نيكو عن كعب بن عياض رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كان بقول يقول له إن لكل أمة أمضوا بوحى أهاري فتنة فتنة وهات وفتنة أمتي أمدي لنا وطنع في النادي لنا المال والي حوالها أمدي لغو في النين رواه التلميذ وقال حديث حسن
halkaa markuu wuxuu tilmaamayaa waxyaalo waxaa jira sunan allah alkowliya washarciya oo ay ku duraagtay oo iskaba diyaarsan, fidnadu way diyaarsantay, halaagu way diyaarsan yihin, ummadu wixii lagu halaagi lahaa way diyaarsantay, ma waxaa lagu halaagaya dhagxaan dhagxaanta way diyaarsantay, ma dabaylaha lagu halaagaya lagu halaagaya dabaylo waa diyaarsan yihin, ma roobab fatahaadiya laysku halaaga waa diyaar, ma cayaan xasharaad ba laysku soo diraya waa diyaar, ma amraad iyo cuduro laysku soo diraya iyo virus waa diyaar. Yani ilaahay subxaana wa taala inta wuu diyaariy, walyaalika markii lasoo uriyay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamay ummadooda wax gaara lagu halaagay. Fidnada marka ah ee iyadu halaakeentada ah ee halaaga uu ka ratimayo ee ummadaydu ay ku howlan tahay waa maalkuu nabi sal alla slam maalkaas waa halka ay ummaddu ay ku halaagi doonaan. Waxaanuna soo maray xadiidkii ahaa dunyadan iyadoo mid iska waa mid dooga daaqsin galeena oo naqaysan oo fii nafsi alwaqtina haddana aada u macaan oo dadkuna ay jecel yihiin, laba arrimood baan ay kaga digayaa buu yidhi. Dumarka iyo adduunyada labadaba iska ilaali waa tanna, waana soo maray xadiidka. Xadiidkii 26aad can abi camrin wayuqaalu abu cabdillah, markuu noo faa'iideeyey alimaam annawwi in abu camr kunyo kale uu leeyahay abu cabdillah, magaca waxaa le wayuqaalu abu layla, laakiin magaciisa wuxuu ahaa cuhmaan ibn cafaan ataqaana. Haddii marka abu camr la dhaho iyo haddii abu cabdillaahi la dhaho iyo haddii abu layla la dhahona, inta waa isku mid, waxaa yajuus in intaasu owlaaduna ay jiraan. Waadoo tabcan intaad dhashay midooba magaciisa mar abu hebel lagu yidhaahdo, rawaadu radiyallahu canhu anna nabiya sala allahu calayhi wasalam, nabiga qaala wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam, laysa libni aadama, ina aadam uma ahaanin xaqun, xaq uma ahaanin fii siwaa haadihi alkhisaali, khisaashan oo tana oo hadda la tirinayo wixii kasoo haray adduunyada daw uma laha inuu yeesho oo uu haysto. Kow, baytun, guri oo gurigaas yaskunuhu uu degayo, iwa thawbun, maro oo maradaasoo yuwaari cawratahu, cawradiisi uu ku asturayo, iwa jilfun, iyo khubzi, waanu iman doonaa tafaasiirta culimada ay geliyeen, waa kimis yar, muufayr, rooti yaro, wa jilful khubzi xadiidka marka jilifkaas maxaa laga wadaa, waa iman doonaa imaam nawawi sharxu bixin doona, iwa lmaa, biyo. Marka walmaa ida way hoos dhigan tahay halkaa, marka waxaan ka qaadanaynaa maa marka la hoos dhigay waa jilaful ama waa jilful khubzi walmaai, labadoodaas idan khubziguna weel buu leeyahy wax lagu rido, biyuhuna weel meel lagu shubay leeyihiin, marka waa weelkii wicaa ilaalin lahaa ama lagu shubi lahaa ama falaaska noqdo biyaha ama tarmuus ha noqdo ama jag adigu dheh ama mid ku doono ha noqdo ila gelin lahaa. Khubziguna wicaa buu leeyahay lagu rido oo mid walba buu leeyahay. Marka rawahu tirmidi xadiidin saxiix, qaala tirmidi wuxuu yihi samictu aba daawuda سليمان بن سالم من البلخي بان مقل يقول إسقوله سمعت النظر من شميل بان مقل يقول إسقوله. حتى في ترجمة اللفظة ومفردات كحديث كجرا يبا سند له الرادنية الجلف الخبز وكمستو ليس معه إدام وح إدان أهوذا سيد المرك وقال لانت وقال غيره وحل قاركوز وحيدان دهن سيد غير كي وحيد هو غريض الخبز وكيس أبك mid kan aad u adag, maarag tamiiska afgaanka oo kale ay leeyihiin ay sameeyaan oo kale ayaa laga wadaa. Wa qaala alharawiyu, isna waa ninka lagaga dambeeyo waa kitaabkii dhowrka mujalad saddexda mujalad dhacayay ee isaguna alfaadda aan ku dabagalo, wuxuu yihi almuraadu bihi huna, halkan waxaa loola jeedaa wicaau lkhubzi, waa weelka kimista lagu rido, kaljawaaliqi, iyo wixii la too ah, iwa alkhurji, marka khurjiga iyo qawaaniin way kala duwan yihiino. Haddii jawlaq la sheego iyo haddii khurji la sheego, jawlaqaa weyn, khurjigaa yar, labadana waa weel wax marka lagu rido. Marka khurjiga markuu weyn yahayna jawlaq baa la dhahaa, markuu yar yahayna khurji baa la dhahaa, labadana waa weel marka wax lagu rido. Haddaba xadiidka aanu soo laabano kelmadaha kadib,
النبي صلى الله عليه وسلم انتن قفك حد يقضى هذا ما راد مرة حد يجتهد هذا الشيء مرة تكون مرة شيء يستدعى عرضة أسطورة هذا الشيء إن يرجع سك يسجد الشيء إن هذا الشيء قفك وعنه وبيها يرى الله كبر يروتيا رنتي مرقت كله أنت قفك هذا الأدية أنت هسوي أنت كبحصل هنا هو رئيسين أو شير يلتيد أو أنت يلتيد أنت ديجت نحى حك بعضن هنا رئيسين معه طبعا حديث قفك رنتي هذا في رياي مركي وح قصب بحي من أنا قلنا ولا خلضنا كان حديث آخرنا كشيء كلي أنا قلنا خلضنا هاي له وحد أرهدنا وح كبح سن حاجة دينه لأن ما أنت تقول لي شيء والمسكيريها يعني وح ما أنت عقولها بري عقولنا أنا وح كيف قرينا كان هضم معها وبش آخر كده معها وصنة قصص معها طبعا سنة كده مشروع وح كسر بحي لها بعملها ما بقرة وحلا سمين لها بعد 10 سنوات معها بعد بكرة ولا يوم معها iyo aan waxba ku jabnayn qofka inuu uu runtii adduunyadiisaas uu qorsheysto oo wax sameysto oo wax u kayd u dhigto iyada ku qorsheysto waxba ku jabnayn hadana inta wax ay dadka ku beereysaa in diishaas iyo in hanqaltaag farbad inuu soo galo adduunya jacayl bay keenaysaa xadiidkiin wuxuu nafa targabu fi dunya marka qaacidadu waxay tahay wax walba waxa adduunyada ka dhimin kara in la timaado waxa la wixii ku jecleysiin kara inaad marka qofka uu ka fogaado ضغفك مركو حالا بدن أولي يعني مليون إسلام إنن زيرو أه وما أن هي سنة هبدأ يعني مركو قضية عشان يقول حكو سؤال الله لو مركو جيل لك والله الله نينك يوسف هل أنت ولا محا علي قدم بيان ونينك هان شلمات كده لكن نينك هولاها أن يقدم بيان ملايين تماشي أبو ديرتا جيل لك ماشي كنكر وابا غريب إن هذا كتاب الجنازة إيمانتا عن دوري كهل لنصامه ayo ma sheekeyn karo maxay qofku wuxuu rabaa baasha inuu qarramsado wuxuu rabaa baasha inuu meel ku ogaado marka adoo intaas milyan haysay maanta geeri laga hadlamo ogreen halka markuu nabiga sallallahu alayhi wasallam u timaamayo hadithu billahi ta'ala maana abdullah ibn shikhir bikasri shini shin ka loos digo iyo al kha'il mushaddadati shikhi shikhi al mu'jamatayn shin kuna dawa dibaysay hay خاض والبعيس انت رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم النبي قام يمين والحال هو إسوء يقرأ وأقرني ألهاكم التكاثر بذي إسوء فانتا بيد هوليي عيادة إسوء أقرني قال مركو حين النبي قام يقول ليه يقول ابن آدم كي آذنها أقول له يقول ليه آدم أقول له مالي مالي وقريا حوله وهل لك يا ابن آدم إن آدم ميو كو أهذي من مالك مالك حقي سحار وكا أهذي إلا ما الذي كي أكلت أكلته أدعو أنت فأفنيت أدعو ميس موحك لاب ميشة كلها ذا عن أنهين إنت يرد عني سعوني تابكو ذا ميس أو لبست أو لبسته قد حردت فأبليت أدعو ليس ومره كوتل أو تصدقت أو تصدقته وصدق قيسته فأمضيت أدعو مركب التكسيسي ركا سلالاس ماذا عن كدينا هذا مركو حكدا بيعيد وسعلي هذا دون تدنا إلا مركان من مالك أد حال ذي سد وهل لك أي وهل ثبت لك يا ابن آدم بيوكوس وجنان من مالك مالك أي حق يسحار وكهذا إلا ما شيء قاصو أكلت عليهم فأبنيت أو لبست أد حرت فأبليت أد بالي أو تصدقت فأمضيت أنت صل متفقنا حديث مسلم بقولي حديث كان هو حديث يهر دعمني انت والوغلي وعد كنا ولان لي حتى نظامك حتى نظامك اساسي حقوق الادره مره لا حد له قفكه ما وحياه اساسيات كان بيسك نيدس بيدان اه الحاجات الاساسيه دتك وانك خلاص النظام ولا هذيك الهيوم رايتس مال بالغ يا بعد صما قفك ما له سحده يروح انه حلو لكن غاريان كحصار ربا وح كبحسن باهيدي وحان ربا وحاني وحان وحكا بحصمه لكن محو قفك عونيا محو عبايا محو كلالي قبو إساقع علينيا هلكو معركتي ديريمات كهلي قبو كقبت بادي تولو أقولي حديث زيد لباتنات وعن عبد الله بن غفل وحال لقوي رضي الله عنه قال إمير قال رجل للنبي نمبا النبي قلت كيو يا رسول الله والله ما كنت إني لو حبك ومجعله وقت كيه وحل غريب صدر أما هو أنه صحابي النبي قرتاقا فقال بحير انظر ماذا تقول حتى ظنيه كفير صوب وحل هذا
كلمة أتري وكلمة دوي أنا كجعل لها وحي لها لها تبعات كي لها لها ثمن باخذ حراك كده لاني إن النبي هو كجعل لها ما كده لاني فقال مركز كل أبت إن كلمة ده والله إني لا أحبك وكجعل لها إله ما كنا رسول الله 3 مرات والله إني لا أحبك والله إني لا أحبك والله إني لا أحبك تسقون. فقال النبي بركوحي إن كنت تحبني هذا بهذا إجعشة فأعد للفقر فقر أدير قروب تجفافا قاشان هذا وكا قاشان فقر بكو بسوء صلى الله عليه وسلم رب هذا أنا إجعشة النبي جعله هذا واحد وأنا تكقاشان متاع فقر فقر بكو بسوء صلى الله فإن الفقر محايا لفقري أسرع وميتي أدق دق بذن إلى من بودق دق بذن يحبني أن يجعل من السيل بودق بذن ذاتك إلى منتهى وهلك كي يلوري كشمي ذات مال سرع ساعة وقصة شمي أو تجي ربعي سقوصة أورو ذاتك سوحي لين كلمة جرة يعني وهون سبيب هو كسر على حوار يعني مولوس وحي ماذا نصاصه مركي ما قصاريا إلا ميشي سكتكو هذا هذا أنا إجعشة هي فقه حب بدن مكسوك قريبا أدوك ما كاشان كريم روى التلميذ وقال حديث حسن التكفاه مركي بكسر التاء المثنى تاء اللي بدي بعي أول هوس دي فوق لدول صارت وإسكان الجيم إي جيم كي ولا رايب ولا رايب تيتش تيتش يو بالفاء المكررة وأنت فاف فا لبعض مرة يسأل لبعض وهو شيء وشيء شيء قاس يلبسه الفرس أما يلبسه ليلبس الفارس ليتقي به الأذى هذا كان مركب ماشان إن الدهديد يلبسه أو يلبس الفرس إن الدهديد إن مارك إن الدكتي أما يلبس يلبسه الفارس إن الدهديد صح 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 قف كفارس كأه هو حرانه ليتقي به الأذى إن وحيابها أذيدا يسجع إليه وقد يلبس الإنسان أما وهو شيء وايد يلبسه الفرس أو بعد كردك في المركز وقد كان يكتب مبني للمعلوم ومجهول كان يكتب يلبسه اللوحر الفرس فرس كاللوحر ليتقى به سيد اللوحر إليه الأذى أذيدا وقد يلبسه الإنسان إنسان كإنه حرتان ولا غيابة مركة من لبس لبس يلبس عندها لبس يلبس من نوى ألبس يلبس مركب فرس كلاها الله وكلمة دي ألبس يلبس ولو قلني مركب إنسان كلاها نوى لبس يلبس ساقع كشاني مركب يانا يعني إسايك أدير من البضاس مركب تقريدات ككلا وحن نوقف عن كان إنه قرن المام النووي وتلمامي وهو شيء وايو يلبسه لوحر الفرس لوحر ليتقى به سيلس لوغان كاشانتو الاذى وحي اديدا يعني فرس كمربود حلغا انه خوغاس اسكحيمو ميبو مدح دربي لا دبي كرا ان مركو حا اني سو غاري قولك بنادم دين وغشت واد هلمتكي اي خوددي وحي مدح لا غشال ما مركو قفكو ود موتدي ما عرفتي سيكلكي مشكلتي يو خاصو مركا وكحينها وح مدح لا غشت وا تقانا هذا حديث مركم حوم الجنان حديث مركا وحديث لو كرب حي رونت بيش مناظراتك أدو بطان وبيش هدى أن كجن من أنا وقلوا بابا أي مرقها لصوب بحض رسول كأنا قد جعلي أنا إذي قد جعل لليه طن ديار من لليه قف ديار رهمية جيري فقري النبي صلى الله عليه وسلم حبيكي كاسا كرتمي بي إن جابكو مرة ديار من لليه قال ذي كرون شاكتا إن زيرو كنو غلان كرتو فقر كن ولا انكرتو ديارو الدنيا كلا جعلين او اكانا دي اني كحرين اني كلا جعلين او حقائبتي اني كي استاجر اني كلا جعلين هذا وانينك رنتي الصادق يكرر شيء وحب النبي صلى الله عليه وسلم نبي نورك وحب تلمام هل كاسير واني وكفي السوء رسول الله ما يسد حمروك علي هذا وبهل كاس اسكي الهال لكن هذا اني وبهاش ايدي بيسو markii afar kumi aan way argagaxayo markii adduunyada nambarada isuu ka aadi waayaan de markaan hadlayna ana iska hadlayeen aan aniga dhan korontada iga tagayso
أنا ويسي كلا عاد نقوانا يو الدنيا نوحا نقول نعبانا هاي تا إنا شيد نقضى مركي تاي إنتا مركي يقول لك أنت عندنا أنا لسو إشتاقين والله إني اللي أحبك رسولك جعله إن دي بلو الله بتاع مركي ونكسل مركي حب النبي صلى الله عليه وسلم ماها ترت الميداليات الديقة ماها جزاك الخير ادعاء ماها أنا أهماها نوعها تايتلز لقاتا ماها القاب لا سمى استماها عملي وي تن انا ديا او تا قال كاسو النبي صلى الله عليه وسلم ديجا جزاه الله الحديث التاسع والعشرون حديث لو اعطني السجالات وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحيد ما ذئبان جائعان ارسلا في غنم بافسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه ما ذئبان لبيي لبداي او جائعان جاجيسا لبداي او اسلال الدري في غنم حين اري لابو الدري ما اهان بافسد مكوي فسهل بدن لها اديل من حرص المرء قفك هنقل تاجيس على المال وهنقل تاجو هو الشرف هو شرفه هم قلتاه لدينه دين كيس وحكف هذه مركانهم مركا لبدا دا دي معها دي إبان أو جاي عنك أو لو صوت دري في غنم مركا إنما إن عندك دين لها الغنم كوع علي غنم كاس سيد اللي بي أو قاعد جيسن هدي اللي قول حدايو لبورا هذا قاعد جيسن سكبان ده هدي اللي قول حدايو أري مورا كجرو سي أرام صنيان أقرم صنيان أود قلينيان سيداس أو كلا أيا قفك مركو هنقل تاج أقل الدنيا رئيس أقل دين كي سنة هنقل تاجي يحول رادينتي يشرف رادينتي يمصب يكرسي رادينتي هنا دين كي سنة مركا وحي كده جيه كواسو لبدي يي دين كي سنة كده جيه هاي غنم كي مركا لو در در يي ومركا لدردري وصار له هنا مركا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ما ذي إباني لبا يي لبا داسو جاي عن جاجيسن لبا داسو وسيرا لدير في غنم لو سو دير بافسد ما اهاني كوي فسهدت بدن لها يد غنم كاس من حرص المرء قف كان قلتاجيس على المال وهم قلتاجو يو الشريف وهم قلتاج لديني دين كيساس رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح انت سمرك سوكو مركو الشريف محل غدا الشريف كلمه شرف ما دول بقى كوبن الشيم والراء والفاء فعلك أصل أهان وفعلك من شرفاء أصل أهان يشرف شرف من اللغة العربية هي سريال ده مرقوف ورقي ما أنت أنا الرادي منصب أنا أبو سري أنا تايتر كاوت أنا سيدا أنا مامولا أنا كان أنا أبو وبح بل بني آدم كذا كما أدري مرقوف شيء من بعد الرادي لا وضع أنا ما تاني سين ما كلا راع إنه قف كشي اللي ما أنا الرادي سدو إنه حوقع دق دق ليه ضط قوم قاعد يراده والله قدم بيقول هبل أسان لبضع مركب تدبر تانك لقد دبر أرديو قفك مركب هو مركي دردرني يا أكو دردرني يا أو بربرني أو مال لقيا دين كيس سيد لبضع سي أي أرجع نكتة وقعد لقيا كل مركب مشي ده داي إيه قاعد جيسن مركي وصل قاعد جيسن أبو بن دافيني كور يسوي قاعد جيسن حديث الصدانات عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال وحيد نام رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله سحري على حصير وكسر درم كسر فقام هو استاج والحال قد أثر حصير كي أرادي في جنبي دني دني سوارة تمر قفك جلك وقاون قفك درم وكسر رادي وكسر بحي قلنا وحمد يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء هدان فراش كوكين لين كور يعني هدان كوكين لين وطوه كلمة سيدة بقى ما دد مركي أي كوبان تاعي الواو والطاء اللغة العربية وح راحة لقى فهم بيقول سيد كلمة دو راحة لقى فهم يا مركي هذا مركي فراش كسي سبا وهذا فراش جرك أرنو ووح بوش بوش له سبونج له وجرك إلى لنه فراش هذا هو كان كبار مركي وسير فقال إلى ما لي ولي الدنيا أني أدي محا محا رسولك يا دار ما أنا ما أهمي أنه في الدنيا دنيا
إلا كراكب من مسافره راكب كاسو استظل هرصدي تحت شجرة جيد هوستيد ثم راح كدبنا عرابي وتركها كتير انت صنع حانية الدنيا جدا هو فراش شو حوالا أنا كان أيضا فراش نويال بهدي مال مرتي كنا هاي طبعا كجعلنا هاي إن مساجنا ساحن قرنا إن ساحن هوتيل حتى مش أي فندق متك أوصل رأي إن ساحن رايت وأنا وش ضدك بناء هو جاني بيجي صلى على المركز صار رجع قف كاس إنه الدعوة نقص عضو والدين نقص عضو وخير نقص عضو وأنا جا أوه الرين هول هاس نبي نقول ليه مالي ولي الدنيا حاني قد أنا هذا ما كسر ضاي مركب مركي أي آخر صح كوجو مقطو دي رب كوز صارمت إسكرين كاه الرئي آخر وسيدا وح كاه الرئي كوجو مقطو آخر كوجو مقطو الدنيا ما كان مدنيس وأنا ما لها قناعات كرجها وأنا حيابها قف استرس كدبرشون وكل كل هذا قال لك ووح وكجسر ما تبيحي كرا والضمان هذا أن جون قف محاولة سيكولوجيا محاولة لها هاي إكسبكتيشن بحاولة قف إنه هيكسره وح بيان أودي سكفك أو كب أحسن وحنو استصو في مركو أنتو سن مركو أفريقيا الجو هو شو عادين أنا برا إنه مركو ما يش صوب تجو صوب وين دون وقول إنت على جار إنت على شين إنت على حمو سكون نفصل مركو ماشي ما هو أعرف نواش إن إسلا هاي وبلو إكسبكتيشن إنه مركو قف يسكون حياة هاي لكن مركو يسكون عاد يا أما هلا أما هلي الدنيا ده بريبات كتير دون تاي قفكو حال رجاء إنه دقو والول كانت تجي حلعة تجي جزعة تجي وحاجة لما بقن عيسار وعدي ياس أنا عدي كجبان حديث كوي سدرات وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي للنبي صلى الله عليه وسلم يدخل الفقراء كوي عيرة أها الفقراء أها وهي جليان الجنة جليان جنة قبل الأغنياء كوي تنادين تأها اهض منا انت ينجلين كهر بخمسمائة عام شم بقوله صنع أيوها هرية فقرة دلنا ذكوها الرندورة طبعا كان لنا 500 عام ما كلي هذا عام كي ما كان سدح بقول ليه لأني أفر ليه لأني شمت سولر إلونر سيستم كوسا ليسيني ما وإن يوما عند ربك إيش كألف سنة مما تعدون ألف سنة يعني مركو حان قال إنه كن صنع مما تعدون على حال يوم عند الله جل وعلا يوم كاس على حال ما ها قاموس في يونيفرسيتي حتى أكون والله ما قالوا مركب فقراء ذا هرين دون النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن ابن عباس حديث صدرني لبعض وعمران بن حسين رضي الله عنهم مركب هلك كان ابن عباس وعمران بن حسين وحال قال لي وحاوه اليد وأولاده والد كاوه اليد صبع عنهم لو يجد عنهم عن ولدهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنة تنبه أيان مطالع أيو صاوة أفيري فرأيت وحان أركي أكثر أهلها ها أو جنة دي جنة أهل كذا أهل كأنت أوبضا الفقراء إنيهين ومفعول كلا بعض رأيته واطلعت في النار نار تنساوى نولوكتي فرأيت وحان أرك أكثر أهلها ها أو نار تي نار تأهل كذا أهل كأنت أوبضا النساء إنيهين مفعول كلا بعض رأيته متفق عليه من رواية ابن عباس لكن لفظه كان يظل عمران ابن عباس لقوله لفظه محايس كله ابن عباس وروى البخاري أيضا من رواية عمران بن حسين وأي جرتاه هذا من النبي صلى الله عليه وسلم ركي ودك تجيل وهذا مالبا ويتان البود سبحان الله مالها وطن بيه لقى دقائق دوني جنة النار بوح وعركي جنة نحاكو بضان الفقراء نارت نحاكو بضان أهل نارت وحاكو بضان النساء دمر كم حا نبيك وحديث ساوي لفظي كان وحديث كان وجري حديثي ما انت عيد هاي هو النبي يقول لها تصدقنا فاني رايتكن اكثر اهلنا ودمر راح ربح وحان اركي انا تين دمر كو او با انا تين على النار مركو النبي ليه هل كان مركي تخريج انا با هناي ليش ايضا انا مرين تأويلات كان يكون بدين كان يكون إذا النهي لكن سي لوجيك هانا هرتا عن وشرع عن حديث رجي دمر يعبر
يا بدن دمر كان بدن مركز تو دنك قيامها اسي سعننا عدد زيادة صارنا في حديث البخاري صار حتى يكون للرجل الواحد القيم 50 امرأة سنة يوم الدين قيامة دعيدان الله هل كنن ان يكونتم كسوا بيجمع صار هذا نوع نوبنا هاي استاتيس كوحي موجينيا طبعا هل كان مركي كون قفوات ايجوبت هل كان ايجوبا بقول قفوات ايو حلق قيب سهدي اللي جدا يا قيب تقوم بطن قادرية كون قادرية هل كان من حيث العدد مركة اللي جهر لي دومك ما دام رقع يكب ذنهي لاني نارتنا كقبطان ويتن وناحية وحكمة التخريات أي شيء كان رجف رمضان تخريجات كلام مركز الله وضحنا نبي وحوت المامي تكثرنا اللعن لعن ضد بديسان لعن ضد ما هو هبارك على جوده لعن ضد كلمة ده لعن مرك نصوص تلوش يقول هبارك على جوده لأن لعن ضد معناه هو إله نحريس كاف وجي شيء والب أو إلهي قفك كف وجين كلا نحريس إذا حمد يسكف وجين كلا لفظي كستو الوي له سي كستو الله الله لغات كسن هلو جلا ولا هل كان انجلش كيرس كدو كيرس يو كلمه دلعنا نقريسا نوع كسان نقط ابا سا لا لا سا كو يال يو حق كلمه كلام تاسو ميت نبي مر كله وتكفرنا العشير كان وناق ينين قالنا وضف فرتان وكو جزارتان الرسول النبي في الحديث البخاري مسلم ارايت الى احسنت الى احداهن الدهر كله ثم رأت منك سيئة واحدة قالت ما أحسن إلي أبدا يا ذا لكن بدون ما كانت صنق أدونا جنس الكل كولي دل عيني مروا من البقى قارسيني مركا إنجر مركا عرقته نين كان ولي يسوح وناك كما هي لها يبت العمران كيس ما لنا انت ير بيد يرد صار يساوي حيو عدنا ويهل مامي سار إيو جوانب كالو النبي صلى الله عليه وسلم أوت المامي إيو مركا خير كلا جو ضدك أوخو شعب بلان ومان ده دي مان ده اللي يرادو حول الإسلام بلوت أيوان أغنى دور كيدو مركا كريك جيران يسي مركا أدى دالان إيو مركي اللي يرادو عمل هلغو ترتمو نك رقا وحلقا يابد بيشو رموها كامل لقبل ده كالي النبي قبل ده حولي نقصة لأسان ناقصاتي ناقصاتي عقل ودين حق الدين تمركا لقا حلقا وحا صامر وقت إيه تكري أسبوع كاملة نك أن انت صلاة بقرية انت صلاة بوضعها كولا وتكنيا أعمال فربنا بقبسان كرا تكرر واجبات كرجل الصارع أيها كبر واجبات كدمر كلا صارع جهاد كرجل صارعين هاي إنفاق كرجل صارعين هاي وح ما أركتي مركي له هول هلا قبته وإسلا جمعة دي أو حيس رجل على جربا جمعة دي رجل على جربا مسألة الإرث مركل الجارو أنت أقبل رجل صارع بالأرق أبواب تصل مركل فيني وليس فربنا بصارع الجزاء من جنس العمل والجزاء الإحسان إلا الإحسان يعني يوم مركان هيب المركو إذا صلاة بدأي هاي وأني أنا شنت صلاة كلي إلى اليوم أو جوري كنت كده يعني شنت صلاة جماعة صف كاره كنت كده صرنتي يا لبي تما كان نبكو سين همين كلي يسوع تاعي خدمة دي سنة وطا سيك السر مسلمين هم والله ترتمي كرم نين كمان إذا عمل بدن أنا روح جلب جلبه هل كان مركل في رينا دومك هي مركو والجب بدأي مركي جوانب تاسع مركل في كانوا حديث النبي كمرك بليها وإلى سيدا تكلم حتى حجم الجيل النبي جايين النبي جايير صلى الله عليه وسلم تصانوا فعلا أما أنكو قناعة أما أنكو وارم لك النبي جايير النبي جاي قفك مؤمن كان وكو خصمين وقنع وما كان من ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون إيش لهم الخير من أمر الله أن يكون لهم الخير حدا وحوت المامة إنه القيم مركو عيادة فصيرة عليه تعليلات كحكم إلى الرابي العبان إلى هبائرية اللي أن يكون لهم الخيارة مركي مرس أدين دارة شمله إلى هبائر رسولك سير خلاص أما أن فهم أما الله جك فهم أما نصوصك الأوه شدو أما أن فهم واي أما شرحتها إيه شيء أما يعني إيه شيء نبي قليل حديث صدني سدحاد عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحيد قمت على باب الجنة لأن الباب كذا نستعي فكان عامة من دخلها انت أوبضا إذا نضج شيء المساكين بيهاية مركب حديب ودع اسم كي كان أي فكان المساكين عامة من دخلها وحي أهاية انت أوبضا نقشها
وأصحاب الجد ذاتك تنانين تأه أهد منا محبوسون كوا حيرا أيهين كوا كان الجنة ذي يسكو قران غير أن أصحاب النار لكن مرك أي تاغن تهي أصحاب النار غير أن أصحاب النار حسيش أصحاب النار قد أمر بهم حال فري أن يذهب بهم إلى النار ومركز قد أمر بهم وحال فري إلى النار نارت إلا الضر مركز وصدح قيبون قيب ومساكين وجنة مركز يسكو قرر هل كان قال قيب هضمنا وحوله يستي ويو حيرا ولي كيوبي كجيران مسو دوا قيب صدح هذا وصوما وأهل النار كوا وأصحاب النار وقال له هبو إن أهل النار يهين وفجرني ومجرمين وكل والله قرر والجد الحظ والغنى ونصيبك ايها الضمان المضخ منها. وقد سبق بيان هذا الحديث حديث كان عدينتي في فض في باب فض الضعفة ما كان كسو هل ان ضعفة ضدك تاكت الدرن فضك اليهم بين حديثك كسو هل حديث اودا بباب كان الحديث 34 اهن حديث اهن بقل عن نبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي يقول أصدق كلمة أراه مد أغر شيك بضان أما أغر حقيقة حقيقة سنان بضان أغر بضان تاسو قالها ويري شاعر نين قبياي تاتيك والله وضع قبياي صورنا لكن انت قد قف وقبيي وقبي وشيكي كلمة دي أغر تبضني وقبياي ويري واتي ويري كلمة لبيد واحد من شاعر في اللبيد به جري قريبي سوى أصدق كلمة أوراه تن أبو رمبضا أوراه ذا سو قالها شاعر قبياء أيري كلمة لبيد واي هاي هاد قبي يسمعوها مركة عجزي قد ما روحوها ألا كل شيء ألا برارو هوياي كل شيء شيء وبابا ما خلى الله وحي إلهي كسهر باطل واي إلهي كصهر وما كك عمل إلهي لولا جين وما كك وجان إلهي وما كك دستور كيسه وما كك عد مغان قالوا إلهي وما كك يعني إلهي سبحانه وتعالى أنبحك أنت كلا وما كك هل كاس مرك المدرس والنبي قلت ما متفق ونار إذا ما نصاب مرتين وإلى هنا بالله التوفيق